وفي شأن آخر، شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع بروتوكولي تعاون في مجال ربط البحث العلمي بالتطوير الصناعي، بالإضافة إلى التوسع في أدوات الدفع الإلكتروني لخدمة أصحاب المعاشات. ووقع البروتوكول الأول كل من وزير التعليم العالي ووزير التجارة والصناعة لتدعيم الصناعة ورفع قدرتها التنافسية وتنمية الاستثمارات والمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وعلى جانب آخر، قام بتوقيع البروتوكول الثاني كل من رئيس صندوق تأمين العاملين بالقطاع العام والخاص ورئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية إي فاينانسي، بهدف تحقيق التعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية.